يعني صار وقت نبدا معكم باولى فقراتنا. احيانا بنمر بوقت او بظروف بتخلينا بحاله مزاجيه سيئه وعصبيه، وبصير الانفعال يمكن هو سيد الموقف، وهذا الانفعال بالنهايه ما راح يولد الا الغضب اكثر يعني، وبصعد المشاكل لمستوى جديد تماما، وهون بقى يعني الواحد يعرف شو بده يعمل بقى بحاله. وكل هذا كان فينا نحن نتجنبه لو التزمنا الصمت فقط، لأنه هو العلاج لكثير من المواقف يلي ممكن تضر بعلاقتك مع الآخرين. لكن شو هي المواقف يلي بتتطلب منك الصمت؟ كل هاي التفاصيل رح نعرفها مع الاختصاصية النفسية هنادي السلاخ. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم. صباحك وأهلا وسهلا فيكي معنا. يعني بتصير مشكلة، أوقات بنسكت وبنصمت مثل ما بنقول، ومنغبها بحالنا ومنكبتها، وبعدين منندم منقول يا ريتنا حكينا. واوقات ثانيه بتصير يمكن مع كثار انه لا، منعبر وبنحكي وبنعمل مشاكل وبنخسر الشخص يلي معنا، وهون نحن كلياتنا بنكون بحيره، امتى انا لازم اسكت على ما تصير مشكله او شيء، او لما اعصب، وامتى لازم احكي. فشو بتخبرينا؟ تمام، خلينا نحكي اولا عن شو هو الصمت. الصمت هو فن من فنون الكلام، واسلوب من اساليب حل الصراعات. يعني أنا وقت أصمت مو يعني أنا ما بعرف الحقيقة، أنا كثير أيام بكون بعرف حقيقة بس ما بدي أحكي. تمام، هون مهارة. أو وقت أنا أستخدم الصمت اللي هو أسلوب من أسلوب التجاهل، وقت يكون في عندي ردود فعل أنا قادرة على ضبطها. بيلعب دور كثير بأسلوب الصمت أو التجاهل إذا بدنا نستخدمه كسلوك، معزة الشخص اللي قدامنا، قرب الشخص، العلاقة بين الأشخاص. يعني أيام عنا أهالي مستفزين، أصدقاء مستفزين، مدراء عمل مستفزين، هون بيلعب دور أول شيء الهدف. يعني أنا إذا حكيت حأخسر ولا أربح؟ تماماً. الشخص عزيز علي ولا لا يعنيني؟ والموضوع يعني اللي بدي أحكي عنه، فمعرفة الهدف ومكانة الشخص والموضوع هو بيلعب دور أني أنا أحكي ولا ما أحكي. ولكن لأعرف استخدم الصمت بذكاء بده يكون عندي نضج عاطفي، يعني أنا قادرة على ضبط ردود فعلي. فالأهم يعني لأوصل لمرحلة الصمت أنا بدي أكون عاملة مثلاً مراحل كبيرة من التصالح مع الذات وحب الذات، وما أوقع ما بين الكبت والصمت. تمام، لأنه كثير بتوقع عندي مشكلة، كثر الكبت بيؤدي إلى الأمراض. صح، بسبب الصمت. صح، فهن مهارات، يعني أنت بتتعلمي مجموعة من المهارات لتصلي تتقني الصمت الحقيقي، لأنه أنت أيام مثل ما عم نقول بنصمت بنرجع نحن بنكون بركان من الانفعالات، بنقول يا ريتنا حالنا مثل ما بنقول يعني. فالصمت هو صمت حقيقي، يعني ما في مشاعر من جوا. تمام، وما في ردة فعل حقيقية من برا. تماما، ومثل ما قلتي بيرجع للمكاسب يلي نحن بدنا نحصل عليها من خلال هذا الصمت، حسب بقى الشخص والموقف الموجودين نحن فيه. طيب، أنا من الأشخاص الاستفزازيين العصبيين جدا يلي ما بقدر أسكت، لازم دغري جاوب، ما بقدر أسكت إن كان عن الخطأ وحتى إن كان في شيء من الصح. أنا شو لازم أعمل بهي الحالة؟ الصمت ما رح أقدر أعمله، بس أنا شو لازم ساوي لحتى أدرب حالي أو خفف من حدة الاستفزاز والعصبية؟ دائما نحن بنقول أنا غير مسؤول عن أفعالهم، أنا مسؤول عن رد فعلي. حاعطيكي مثال انا دائما بستخدمه مع الصبايا، مع انه انا بعكسك، لا انا لا 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 تضايقوني مشان ما تشوفوا رده فعلي. لا، ما هي رده فعلك هون بقى بدي انعكس شخصيتك. اعطي مثال دائما بعطيه للصبايا. مثلا صبيه ما عندها اي مشكله بشعرها، هي معجبه بشعرها، بتحبه، ما عندها اي متصالحه مع ذاتها. اي شخص حينتقدها بشعرها هي ما رح ياثر فيها ولا شيء من الداخل، بس على فرض هي عندها مشكله مع شعرها، هي إذا كلمة حتسمع عن الشعر أو اللون أو الطول ستستفز. فدائما بيقولوا لي استفزوني، أنا ما حدا بيقدر يستفزني إذا أنا مالي مستفزة من الداخل بهذا الموضوع. تماما، فبدي يجي رد فعلي هو نتيجة استفزازي مو كلمتهم. فحكيت شغلة كتير مهمة، إنه الذكاء الانفعالي، القدرة أنا كيف عبر عن انفعالاتي، هي مهارة داخلية. الأحسن أصمت. وعلمتيني هلأ مهارة، معناتها أنا لازم أدور على نقطة ضعف هذا الشخص وأعرف أستغله وأستفزه فيها. هو الأفضل ندور على استفزازنا ونحن نحافظ على مشاعرنا، ما نخليه العالم تعرفه مشان ما يستفزونا. طبعاً أكيد. فليش الصمت مهم؟ كثير في كمان ناس مثلا بتقولي لها طالعه اليوم حلوه، ايه بتقلك ايه بس لو ما مثلا كنت اطول او كنت انحف، فهي بتعطيكي نقاط الضعف اللي هي بتنزعج منها،
وهون بيصير اساليب التلاعب بالاشخاص وقت بدهم يستفزوا. تماما. طيب هي نحن عم نحكي بحاله نحن امتى لازم يكون الصمت هو خلينا نقول مفيد وبناخذ مكاسب منه وما نخلي حدا ياثر علينا. طب امتى نحن بتقولوا كاخصائيين انه غلط انك تسكت بهذا الموقف او غلط الصمت بيكون هون؟ يعني في ناس ممكن يروح عليهم حقهم او ينضحك عليهم لمجرد انه هن مفكرين حالهم عم يعملوا شيء منيح، والله انا خلص ملتزم الصمت واموري تمام. فامتى بيكون غلط الموضوع؟ غلط الصمت وقت بيضيع الحق، وقت بيضيع او بدي انضغط. الاشخاص اللي ما بيعرفوا يقولوا كلمه لا عندهم مشكله كثير صعبه. هو بيحمل ضغط، بيحمل مهمات، هو بيقول لاني انا طيبه بيستغلوني. هو مو لانك انت طيب، انت لانك ما بتعرف تحكي لا. فهالاسلوب الصمت وقت يضيع الحقوق، وقت انا عم بتعرض لاذى، مثل الطفل اللي بالمدرسه بياكل قتله من رفيقه او بينسرقوا اغراضه، فهو ما عنده قدرة على التعبير، هو بيلتزم الصمت. بعدين نحن بنيجي لمرحلة ليش ما كنت عم تحكي؟ فوقت ما نعلم التعبير بيجي الصمت هو وسيلة سيئة. صح. فضياع الحقوق وقت يضيع الذات، نحن لازم ما نصمت. فهو هون لنتعلم فن الرد، نحن إمتى نرد، نعرف إمتى نصمت. تماماً. وممكن بعض الأشخاص يقولوا لك أنا بتعرض لكثير من التنمر، كثير من الوقاحة زايدة بهذا الوضع، أنا شو لازم أعمل؟ هل لازم رد لهم الإساءة بالإساءة؟ هل لازم وجه لهم كلام مؤذي مثل ما هن تنمروا وتوقحوا علي، ولا لا لازم التزم الصمت بهي الحالة؟ إحنا في عنا علاقات سامة، يعني يكون الطرف الثاني سام، مثل الشخصيات النرجسية مثلاً اللي هي قصدة تستفزك، فهون درجة القرابة مثلا. بس استفزاز، هي تجريح. هو تمام، فهو قاصد جرحك او اهانتك. كثير نحن بنحط بين قوسين الشخصيات المريضة داخل العلاقات. انا وقت افهم طبيعة هذا الشخص في شيء اسمه قطع الاتصال نهائي معهم، يعني حتى الاهانة انا مثل سمعتها وكبيتها، هو قاصد في عندي، هو متعمد اهانتي. برجع بحكي مين هو هذا الشخص، أب، أم، أخ، زوج، زوجة، ابن. فقرب العلاقة هون بتقلي اقبل بالتنمر، اقبل بهاي الإهانة أو بحكم برد. العلاقة بس اقبل خارجي، ما انفعل داخلي، ولا أنا أقطع العلاقة تماماً، يعني تجي حالة الصمت والتجاهل للعلاقة. أوكي. طب هاي نحن هون عم نحكي خلينا نقول مثلاً كعلاقات أسرية، كرفقات وإلى آخره. في ايام ممكن انا اكون بمكان العمل وهون يمكن بيئه مختلفه، اوقات الواحد بينجبر انه هو يصمت على بعض الامور. كمان الصمت ببيئه العمل امتى كمان بتقولوا عنه هو بمواقف معينه صحيح؟ وشو المواقف اللي بتقولوا عنه انه لا، يعني ولو انه يعني ممكن يكون الموضوع بالمقابل استقالتك بس لا تسكت عن هذا الشيء مثلا؟ هون بترجع كمان لشخصيه الموظف. في عنا كثير موظفين حتى التوجيه لارتقاء العمل او للتوجيه هو ليرتقي بعمله بيكون عنده حساسية زائدة. فهو كل كلمة بينقز منها، فممكن هو يجاوب أو يبكي. نحن ردود الفعل هي بتجي ممكن بانفعالات بكاء أو صراخ أو غضب، فمو كل انتقاد أنا أخذه على محمل الجد. أما في شخصيات اللي هي عن جد عندها المؤهلات والخبرات، ولكن هو المدير إذا بدنا نقول أو المدراء أو الرؤساء قاصد لاستفزاز الموظف وانتقاده. بنرجع للمكسب، نحط ايجابيات سلبيات. نحن دائما اي قرار اي خيار حط ايجابيات سلبيات. اذا انا رديت ايجابيات سلبيات، اذا فيها خسارات اكثر اصمت. اصمت. قال السمكه لو ما فتحت تمها ما حصدت طازه. يلا على سيره الايجابيات السلبيات، على فكره هي من الطرق الرائعه عن جد باي قرار مثل ما ذكرتي. يعني من فتره هيك يمكن مو كثير بعيده بلشت طبقه، وعن جد تلاقي كثير امور بحياتك بتتغير لما بلشت تصنفي ايجابياتها وسلبياتها وتشوفيهم هيك بعينك. يعني يخرجوا من الداخل بتعبر عنهم، فانت بتقارني. صحيح صحيح. والنميمه وقت اللي بسمع حدا عم ينم علي، هل انا لازم التزم الصمت او واجه او لا اصمت واقطع العلاقه بدون قالوا ايه لما يصير في مواجهه وملاسنه؟ تمام. يعني النميمه انا عم بيحكي على ظهري، الناس دائما الناجحين المبدعين غلط ما ينحكى عليهم، يعني من يعني نسخ اللصق بين الاشخاص هن نسخ تكراريه. بس في النميمه المؤذيه، يعني النميمه اللي انا عم بينحكى علي وعم بخسر علاقاتي، طبعا هون الصمت خطا. لا نصمت. مجرد ما اجى الاذى بالعلاقات او الاذى على الشخص هون لازم ما يصمت، لا اكيد بدنا نحكي، بس نتعلم كيف نحكي. انه احيانا انت وقت تحكي بتخسري اكثر ما تصمتي. لا خليني معناتها اسكت واقطع علاقه.
سبب ونتاكد حتى النميمه ايام وقت يقولوا لك فلان هيك حكى عليك. طب انا رمي بلم، فهي المواجهه افضل. في حال تمت نحن بنقطع العلاقه او بنجملها او بنحسنها، في حال ما كانت شخص يعني حقيقيه نحن حافظنا على انفعالاتنا. طيب لكل الاشخاص يلي حابين يريحوا نفسيتهم شوي ويبلشوا هيك يعملوا كنترول على انفعالاتهم، خاصه الاشخاص العصبيين اللي كنا حكينا عنهم من شوي، حابين يبلشوا يروحوا لهي الفكره تبع نلتزم الصمت بالمواقف اللي ما بتتطلب مننا هالقد، شو بتنصحيهم يبلشوا هيك خطوه خطوه لبين ما نوصل لهي المرحله؟ حاعطي ثلاث خطوات. أوكي. هن الابسط، الاستماع استمتع وانت تستمع. يعني انا وقت انت تحكي معي ما جهز الجواب، اسمعك افهم كلامك بعدين رد. أوكي. ممكن انا عندي ادراكات خاطئه سلبيه عن نفسي عم بسقطها على الكلام، فهو انا عم بعتبره تجريح. تماما. ففهم الكلام تمام بعدين رد. اثنين، عد للعشرة، مبدا عد للعشرة او خذ نفس عميق. يعني نحن دائما وقت نعد للعشرة اخرنا ردة الفعل. نحن ردة الفعل المباشرة هي باقصى درجاتها بتجي 6 ثواني. صحيح. فأنا إذا قطعت الست ثواني ورحت للعشر ثواني هديت من النترة هاي اللي أيام بيقولوا لك في ناس بتنتور. فبس نحن للعشرة أهنتيني، أخذت الإهانة دغري بدي رد لك إياها بطريقة قاسية، أصبر 10 ثواني يا أما برد يا أما بصمت. أوكي. هون ببلش قيم الموضوع، العقل الانفعالي بيهدى بيطلع المنطقي. أوكي. بلش قيم الكلمة. تمام. طريقة ثالثة هي اللي هلأ إحنا بنقول التأمل والاسترخاء الذهني، يعني دائماً 10 دقائق بالطبيعة موسيقى هادية. ليه؟ لإحنا لنعمل تنظيم أفكار، نحن الأفكار تتنظم، هدي هذا دماغنا اللي تمام تمام سرعة توارد الأفكار. تمام. بتعمل دائماً الشخص بده يحكي أكثر ما يسمع. صح. صحيح. والقاعدة دائماً اللي منقولها خلق الله لك أذنان وتم واحد، هي مشان أنت تستمع أكثر ما تحكي. وهذا الشيء لازم بختام فقرتنا ناخده بعين الاعتبار وفعلا نمشي على هالثلاث خطوات يلي ممكن تساعدنا نوعا ما بخلال حياتنا انه نكون صحيحين سليمين وما ناذي حدا ونصمد بالوقت المناسب. شكرا كثير لك هنا. شكرا لك. يسعد صباحك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي معنا.